هل انت زعلت ان انت في يوم من الايام انت بعدت علشان انت اتقولبت حد القالب ده على طول وتكررت العروض كتير؟ لان انا عارف ان انت انسحبت في وقت كان قدامك اربع خمس افلام عروض، فانت قلت يا جماعه ما عدتش قادر ان انا اعمل نفس الطريقه دي. استاذ محمد انا هقول لحضرتك حاجه، هو الفن ده فريق كوره؟ يعني انا كنت لعيب باسكت بول ومنتخب مصر، هو الخمسه اللي ستاندنج او فرقه الكوره ال 12 لعيب ده الحارس مرمى؟ لا. وبعدين انا النهارده مثلت نجحت في حته معينه، طب ما تحطني، طب ما تحطني، هل هفضل انا طول عمري اعمل؟ يا استاذ محمد انا في حاجه مش عايز اقولها لك، انا لقيت ممثلين موجودين وفي ممثلين توفاهم الله يرحمهم اول ما طلعت وكسرت الدنيا عاوزين يجيبوا لي نقعد نضرب في بعض كده عشان نقعد نضحك، يعني نهرتل احنا في مصر في فيلم في افلام ده كله عرض عليا نقعد نعمل نخبط؟ مش معقوله، مش معقوله. هل انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، هل الراجل الضخم القوي ده ملوش غير ان هو يقع بودي جارد؟ لا طبعا. ارلوند عمل واحده حامل انت معاه، وعمل واحده ست انت معاه مش معايا، سلفستر السالوني بيعمل ايه؟ السينما كلها السينما العالميه، احنا مصر احنا حضاره احنا دنيا تانية خالص. فلقيت نفسي اتحط في حته مش بتاعتي، وانا راجل عندي شغل وراجل عندي بيزنس، انا مش داخل التمثيل. ايوه انا عايزك تشرح للناس ان انت عندك شغلك وبزنس بتاعك انا داخل التمثيل اولا، كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك باسكت بول، انا في نادي الزمالك اتعرض عليا وانا بلعب باسكت بول، استاذ صلاح ابو سيف الله يرحمه ويحسن اليه، استاذ نور دمرداش الله يرحمه ويحسن اليه، كل ممثل حسام الدين مصطفى الله يرحم عليه، وكنت دايما اقول انا مش هعمل حاجه، انا لعيب باسكت بول صاحب بالين كداب وصاحب ثلاثه مرايات، وعمري انا ما فكر في التمثيل ولا كان في الغنى، لان انا ما درستش، انا لا دارس مزيكا ولا دارس غنى ولا دارس تمثيل ولا اي حاجه، فانا واقعي. لحد ما شافني في يوم من الايام استاذ وحيد سيف كان بنقعد في حته وشافني تمام، فبعت صاحب المكان تعالى يا استاذ نبيل عاوزك، استاذ وحيد عاوزك، رحت قابلت معاه لقيته بيقول لي ممكن تمثل؟